أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأديب المصري محمد الغباشي. تابع حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة، ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بآخر الأصدارات الثقافية. وكما عودناكم دائما أن تكون لنا وقفة مع الشعر. مع النخلة في هجرتها الأخيرة، صمت المرافئ نامت فوقه السحب. رحماك يا نخلة قد شفها التعب. رحماك هذا أنا طفل، وأغنيتي مدينة يشتهيها اللهو واللعب. كأنني في تخوم الحلم تعصرني، بيد من اليأس ينمو فوقها الغضب. كأنني من صخور الوهم تنحتني، ظمأ الشفاه قرابينا لمن رغب. أنا الطفولة والشطآن قافيتي، أنا البراءة والأحلام والكتب. أنا سنين من الأحزان قد عبرت، قديسة الفكر في العينين ترتقب. أواه أواه يا أنت يا مزمار غربتنا، يا نخلة ينتحي في صمتها الرطب. هل تذكرين زمانا كنت أسكنه، تلبد الوهم فيه وانتشى الكذب. هناك ألقيت دمعي ثم أسئلتي، حيث الشوارع يبدي ضعفها الصخب. مآتم الوهن شدت فوق أرجلنا، رهبانها قتلوا وانهدت الحجب. يا أنت يا نخلة فاضت مدامعها، يا أنت يا نخلة
فاضت مدامعها لا تحزني، فعروق الليل تلتهب، زرعت عمري قبورا ملؤها حزن، وجئت أهتف للدنيا أنا الطرب. أواه أواه يا غربة ثكلى ترافقني على جراحي، نما الزيتون والعنب تلك الأماني، يمام هاهنا رسمت أحلام طفل وحيد هاله العجب. إني كبرت وأحلامي هنا وئدت، إني كبرت وأحلامي هنا وئدت، رحماك رحماك يا نخلة كم جئت أنتحب. الكتاب وما يحمله من أسرار جميلة كانت له مساحة في هذه الحلقة. يشرفني ويسعدني أن أقدم هذا الكتاب إلى الجمهور العربي وإلى النقاد العرب وأصحاب الذائقة الشعرية، لعلهم يجدون به شيئا جديدا. هذا الكتاب هو دراسة لقصيدة الشاعر مكي النزال، قصيدة بنت قومي مثالا، وهو يحمل عنوان هندسة الفضاء الشعري. في شعر مكي النزال قصيدة بنت قومي مثال. هذا الكتاب عالج الفضاءات الشعرية والأفضية الشعرية بأكملها في القصيدة، وتوقف عند المشاهد وعند كل فضاء ومماثلته للفضاء الثاني، أو فضاء موازي لفضاء، أو مشهد في فضاء موازي لمشهد في فضاء آخر، وصولا إلى الكون الشعري العام في هذه القصيدة، وكيف استطاع الشاعر أن يهندس هذه القصيدة بدءا من المفتاح إلى آخر بيت. عالجت في هذا الكتاب الدراسة الأدبية النقدية للقصيدة، ثم انطلقت إلى البنية الفنية لهذه القصيدة، ثم إلى قضايا نقدية مثل قضايا العروض وما إلى ذلك، والإيقاع في القصيدة والإيقاع الثنائي، وخاصية البحر الخفيف في هذه القصيدة، وأيضا الروي الذي بنى عليه الشاعر حتى وصل إلى 333 بيتا. وكنت دائما أرصد الألفاظ الباذخة والمعاني الجميلة الظاهرة أو الخافية، وثيمات القصيدة وانتشارها، والومضات التي انتشرت على جسد القصيدة، وأيضا اللحظات الخلاقة الولادة التي أنتجت مشاهد أو أنتجت فضاء كاملا. ثم كنت ألاحظ أن هذه الومضات الشعرية تتناغم مع بعضها وتترابط بشكل خفي، بحيث تشكل في النهاية ضوءا ساطعا لما يريده الشاعر أو للغائية الشعرية أو ما يقصده من المشاهد أو الفضاء. بمشاركة بعض الفرق العراقية أقامت محافظة نينوى مهرجانها الثالث لمسرح الشارع، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العراق. تنوعت فعاليات المهرجان الثالث لمسرح الشارع الذي افتتح في مدينة الموصل بين العروض الجادة والساخرة التي حاولت معالجة الظواهر السلبية في المجتمع كظاهرة المخدرات وغيرها من الظواهر والأزمات. فعاليات ابتداء مهرجان مسرح الشارع الثالث والوطني الأول الذي يضم كافة فرق والمدن العراقية، ولدينا مسرحيات من بغداد ومن الفلوجة، وكان هناك مشاركة من الناصرية ولكن تعذر، ولدينا 7 عروض من مدينة الموصل، وسوف تكون هناك العروض المسرحية في منصة الاحتفالات في الجانب الأيسر باعتبارها مرتكز للعائلات والجماهير.
وشاركت في هذا المهرجان فرق محلية مثلت مدينة الموصل وفرق من المحافظات العراقية الأخرى مثل بغداد والأنبار. مهرجان تشترك فيه 7 فرق، 5 من داخل محافظة نينوى وعرضين مسرحيين من خارج محافظة نينوى من العاصمة الحبيبة بغداد ومن محافظة الأنبار، وكان من المؤمن أن يشترك عرض ثالث من مدينة الناصرية. تفرد مهرجان مسرح الشارع هذا بأنه أصبح وطنيا، مسرح الشارع مسرح يسعى إلى مخاطبة الفئات المهمشة في المجتمع كالمقهورين وكالمضطهدين. العروض المسرحية المقدمة في المهرجان تناولت المعاناة والأزمات التي يمر بها العراقيون بشكل عام، وهي محاولة لإيصال رسائل إيجابية تحث على محاربة الظواهر السلبية في المجتمع بطريقة مبسطة. كانت المسرحية جدا بسيطة، تنقل المعاناة المجتمع الموصلي من أزمات البنزين والكهرباء، الأزمات اللي يمر بها الأزمة الموصل اللي يمر بها الموصليون. وهكذا تبدو محاولات الخروج من الأزمات المستمرة التي عجزت الحكومات المتعاقبة عن حلها بهذه العروض المسرحية التي تتناول شيئا يسيرا من المعاناة التي تتفاقم يوما بعد آخر. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الباحث والأديب المصري محمد الغباشي، فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد، ضيفا على فضاءات وعلى قناة الرقم. الله يحفظك. الله يبارك فيك. جزاكم الله خيرا على الاستضافة. حياك الله أستاذ محمد. أنت أصدرت عدة كتب، عدة مؤلفات، آخرها كان الهارب إلى الشرق، وهو يتناول سيرة المفكر والباحث النمساوي اليهودي ليوبولد فايس الذي اعتنق الإسلام وسمى نفسه محمد أسد، يعني مفكر كبير وباحث مهم. هناك يعني بحوث كثيرة تناولت سيرة هذا الباحث وهذا المفكر، لكن كلها بحوث غربية ودراسات غربية. لماذا المشهد العربي غاب عنه هذا المفكر؟ يعني لم يتناول، هناك طبعا دراسات تكاد تكون شحيحة جدا في المشهد العربي بخصوص هذا المفكر، ما السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الحقيقة هذا السؤال أنا سألته لنفسي أيضا. نعم. وسألته إلى صديقي الذي شاركني هذا البحث. نعم. لماذا هذا الرجل بهذه يعني صاحب هذه القامة الكبيرة جدا؟ نعم. في الفكر وفي منهجه الإصلاحي المتفرد لم يحظى بالاهتمام الذي يليق به وبأفكاره وبمنهجه الإصلاحي، ولكن سبحان الله أنا يعني لم أجد إجابة وافية أو شافية عن هذا السؤال. العجيب في الأمر أن كثيرا من الباحثين في الغرب سواء كانوا من منشأ محمد أسد نفسه. نعم. أو في دول أخرى التي زارها والتي استقر فيها مثل باكستان ومثل الهند، تناولت سيرته بشيء من الاحتفاء الكبير. نعم. ورغم ذلك يعني نحن الذين كنا يعني أجدر منهم بهذا لم نتناول هذه السيرة إلا في دراسات بسيطة، والأعجب من ذلك أن هذه الدراسات كانت تنقل عن بعضها، فلم يكن فيها جديدا تضيفه، سواء كان في التعمق في فكر هذا الرجل أو إظهار ما خفي في الدراسات التي سبقت الدراسة التي يقوم بها الباحث نفسه، ولكن كانت كلها تنقل عن بعضها. فيعني للأسف الشديد حينما كنا نبحث في سيرة هذا الرجل ومنهجه لم نجد فيها ما يشفي صدورنا. كانت
المراجع الغربية والمراجع الألمانية، المراجع الإنجليزية، المراجع الأردية والهندية، هي التي كانت تتناول هذا الرجل بشيء من العمق. نعم. ويعني سبر أغوار هذا الفكر الذي لم يطرق حتى الآن بصورة، حتى نحن في هذا الكتاب لا ندعي صراحة، لا ندعي أننا كشفنا عن كل ما يفكر فيه هذا الرجل أو ما كان يعني يطمح أن ينشره بين الناس، ولكن هي محاولة على الأقل للتعريف به وللتعريف بمنهجه. أي المراجع كانت أمينة ودقيقة في تحدث وتسليط الضوء على سيرة هذا المفكر؟ يعني الإنجليزية أم الألمانية؟ باعتبار الإنجليزية كتبت عن كل المفكرين الغرب، الألمانية باعتبار هو نمساوي واللغة الأم هي اللغة الألمانية، والأردية كتبوا لأن هو عاش في باكستان وفي اليمن، فالعفو في الهند، فهناك طبعا دراسات في الباكستان والهند عن هذا المفكر. أي الدراسات هذه كانت دقيقة وأمينة في التحدث عن مسيرة هذا المفكر؟ والله الدراسات التي حظيت بزخم أكبر كانت الدراسات الأردية والهندية، لأنه عاش في هذه في فترة مهمة جدا، فترة الاستقلال، فترة استقلال باكستان عن الهند. هذه الفترة كان هو يطمح أن تكون باكستان هي النموذج، الدولة النموذج التي يصب فيها أفكاره عن نظام الدولة ونظام الحكم في الإسلام. فيبدو أن تحركه في المجتمع الهندي والباكستاني بشكل موسع كان له أثر أكبر ربما من الدراسات الغربية أو الألمانية أو الإنجليزية التي أو الأوروبية بشكل عام يعني. التي تحدثت عنه. هذه الفترة التي صاحبت فترة الاستقلال، استقلال باكستان عن الهند، كان كما ذكرت لحضرتك أنه كان يطمح أن يصب فيها أفكاره عن الدولة، عن الدولة الإسلامية، وكان يرى أن هذه فرصة لن تتكرر مرة أخرى. فترة استقلال الدول، هذه الفترة كانت فترة استقلال الدول عن الاستعمار، فكان يرى أنها فترة ذهبية جدا لتقرير المنهج الإسلامي المتفرد في أكثر من دولة. وهو كان يركز بشكل أساسي على باكستان لأنه كان عاش فيها فترة وخبر المجتمع الباكستاني بشكل كبير، وتعامل مع مفكرين وقادة وإصلاحيين كبار. طيب أنا بودي أن أتحدث عن بداية الانقلاب الذي حصل في حياة هذا المفكر، الذي هو كان يهوديا ثم تغير عنده القناعات والانتماءات وانتقل واعتنق انتقل من الديانة اليهودية إلى الإسلام واعتنق الإسلام وأصبح داعي ومفكر يتحدث بهذا الأمر. هو طبعا انتقل فيما بعد إلى الباكستان واستقر في باكستان. قبل أن نتحدث عن موضوع اختيار باكستان، بدي أن يعني مثل يعني حضرتك أكيد يعني سبرت كل أغوار حياة هذا المفكر، كيف حدث الانقلاب لديه؟ يعني البدايات، كيف وصل إلى مرحلة أنه يجب أن ينتقل من الديانة اليهودية إلى الديانة الإسلامية ويسير في هذا المنهج؟ هو أول محطة ويمكن أهم محطة مفصلية كانت في حياته عندما دعاه خاله. نعم. هو خاله كان مقيما في القدس في هذه الفترة، في حوالي سنة 1900 بالضبط، كان مقيم في القدس 1920 أقصد مع ذلك. نعم. كان مقيما في القدس، كان يعمل طبيبا نفسيا. فدعاه وقال له لما لا تأتي وتقضي وقتا في هذا البلد وتتعرف على بلاد الشرق وتنظر يعني إلى أي مدى ممكن أن تتأقلم مع طبيعة هذه البلاد. فتعتبر هذه المحطة الأولى. عندما أتى إلى القدس الرجل فتن بالشرق، يعني لأجل ذلك ربما اخترنا هذا الاسم أنه هارب إلى الشرق، افتتن بالحياة في الشرق، الحياة البسيطة التي كانت مقابلة تماما للحياة التي عاشها هو في فيينا. هو نشأ طبعا في الإمبراطورية النمساوية، ويعني لك أن تتخيل خاله نمساوي أيضا، الطبيب النفسي أيضا نمساوي، أيوة العائلة كلها نمساوية. نعم. ولكن هو انتقل أيضا للقدس بحكم الديانة اليهودية، كان هناك هجرة كبيرة للقدس. يعني الخال انتقل بحكم الديانة إلى القدس. إلى القدس. نعم. فدعاه. نعم. لكي يأتي ويزوره في هذا المكان. فكما قلت
فتن بالشرق وفتن بالقدس، الحواري القديمة وطبيعة الحياة هناك والبشر، كان يعني أشد إعجابه بالحياة الاجتماعية التي انسلخ هو فيها وعاش. نعم. يعني حتى الصورة اللي أمامنا على الكتاب وهو يرتدي الزي العربي، يعني نعم. هو يعني فطن واضح، نعم، لابس العقال والكوفية. نعم. يعني كان اندمج بشكل غير طبيعي مع الحياة العربية، الحياة البدوية على وجه الخصوص، وأحبها وتعلق بها جدا. فكانت هذه هي المحطة المفصلية في حياته، تعرف من خلالها على الإسلام وتعرف من خلالها على الحياة الاجتماعية. طيب هو يهودي وانتقل إلى مؤكد إلى بيئة فيها يهود، كما قلت أنا سألتك عن الخال لماذا انتقل إلى القدس بحكم الديانة اليهودية، انتقل إلى القدس، إذن هو يعيش في الغالب أنه في حارة يهودية، مجتمع يهودي. نقطة الانقلاب هذه كيف يعني كيف انتقل؟ وطبعا في تلك المرحلة تعرف حضرتك أنه يعني كان هناك ضعف في الديانة في الساحة العربية، هناك حروب، هناك احتلالات كذا إلى آخره، يعني الصحوة تأخرت، صحوة المجتمع الإسلامي وعودت إلى الجذور الأساسية للإسلام. أنا أريد أن من الذي شكل لدي هذا الانقلاب؟ فقط الاطلاع والطلع على حياة الشرق، وربما أعجب بحياة الشرق، لكن حياة الشرق ليس كلها يعني ديانة إسلامية، يعني هناك ديانات مختلفة، هناك ناس بعيدين عن الدين، هناك يعني توجهات منظمات تتبنى منهجا مدنيا بعيد عن الدين. نقطة الانقلاب أين نلمسها؟ محمد أسد كان من الشخصيات الدؤوبة جدا المتحركة بشكل غير معذرة طبيعي. سنكون بعد الفاصل، معذرة فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. ضيفي في هذه الحلقة الباحث والأديب المصري محمد الغباشي. أعود إليك سيد محمد، كنا أتحدث عن سألتك عن نقطة الانقلاب، يعني أين نلمسها بحياة محمد أسد المفكر والباحث النمساوي الذي اعتنق الإسلام فيما بعد. قلت لأنك أنا قلت لك أنه انتقل إلى القدس، وبيئة طبعا أكيد عاش في بيئة وحارة يهودية كما قلت قبل الفاصل. نريد أن تلمس نقطة التحول، أين كانت ومن السبب في هذا الأمر؟ هو محمد أسد لم يكن تلك الشخصية القابعة. نعم. لم يكن شخصية مستكينة على الإطلاق، بل كان متحركا دؤوبا. نعم. يعني الفترة التي من سنة 1920 لسنة 1926 التي أعلن فيها إسلامه، نعم، زار ربما يمكن 5 أو 6 دول عربية. إذن أعلن إسلامه وهو في القدس قبل ذهابه إلى باكستان؟ لا، لم يكن في القدس. نعم. قبل ذهابه إلى باكستان بالتأكيد. نعم. قبل ذهابه إلى باكستان، ولكن هو كان متحرك كما قلت لحضرتك، هو نزل في القدس. نعم. ثم انطلق منها أو في طريقه من فيينا. نعم. مر على مصر، مر على العراق، مر على المملكة العربية السعودية، ثم نزل إلى القدس وعاد مرة أخرى إلى مصر بتكليف من الجريدة التي كان يعمل بها. فهذه الحركة الدؤوبة جعلته يطلع بشكل معمق وأكثر انخراطا في المجتمع وفي البيئة. هو مارس عملا صحفيا؟ نعم، هو كان صحفي في الأساس. نعم. عمله الأساسي كان صحفيا. نعم. وكان يتكسب حتى عندما نزل إلى مصر، كان يتكسب من المقالات التي كان يرسلها إلى الصحف الأوروبية. نعم. كان في هذه الفترة كانت المقالات التي يكتبها كانت عن مشاهداته. يعني هو جمع بعد ذلك هذه المقالات في كتاب اسمها الشرق غير الرومانسي. ده كان من الكتب العجيبة جدا. يعني هذا الكتاب لغة أدبية في غاية الرقية وفي غاية السمو. كان يصف فيها كل ما تقع عليه عينه، حتى كان يتغزل في الإناء الخزفي، يعني لك أن تتخيل ذلك. حبة الرمال التي كان يراها في الصحراء حينما كان يتنقل ما بين البلدان على الناقة كان يتغزل فيها. فهو كان لديه شغف غير طبيعي بالشرق وبالحياة الشرقية. وحينما نزل
وحتى في القطار حينما كان ينطلق من القدس إلى مصر عبر القطار، مشاهداته مع الفلاحين المصريين أو الفلاحين المقدسيين وسؤالهم عن الشعائر التي كانوا يقومون بها. سأل مرة مثلا فلاح مصري عن تعدد الزوجات، فمش تعدد الزوجات، عن الزواج المصرية المسلمة من غير المسلم والعكس، فقال له: لماذا تقبلون أن يتزوج المسلم بغير مسلمة ولا تتزوج المسلمة بغير مسلم؟ فإيه المنطق يعني؟ فأعجبه جدا يعني هذه الإجابة الطبيعية من رجل. قال له الرجل المسلم إذا تزوج امرأة فأنجبت أولادا فإنه هو الذي يستطيع أن يتحكم، وهو الذي يستطيع أن يقرر ماذا يعتنق أبنائه على أي دين سيكون الأولاد. نعم. فهو يترك لهم الحرية. نعم. بعكس المرأة إذا تزوجت غير مسلم فتكون السلطة في يد الرجل، فهو الذي يقرر أن لا يمنح هؤلاء الأبناء الديانة التي يرغبون فيها. فهذه الإجابة البسيطة من رجل بسيط جعلته يفكر، وهكذا يعني كان يحب أن يعني يتجاذب أطراف الحديث مع كل الناس. نعم. الناس البسطاء الذين يقابلهم في الصحراء، الذين يقابلهم في وسائل المواصلات المختلفة، الذين يقابلهم في الحوانيت والدكاكين. نعم. فمن هنا نشأت العلاقة بينه وبين الإسلام من خلال هذه الإجابات البسيطة التي كان يعني يستقبلها من أفواه هؤلاء. نعم. الناس البسطاء. جميل. طيب، نقطة الانتقال من القدس، من فلسطين أو من البلاد العربية إلى باكستان، ما الذي دفعه لذلك؟ يعني أنت تعرف أنه حاضنة الإسلام هي الساحة الأرض العربية، ثم انتقل منتشر الإسلام إلى بقاع العالم الأخرى، لكن النواة الأساس هي البلاد العربية. لماذا لم يستقر في البلاد العربية؟ لماذا انتقل إلى باكستان؟ بعد الفترة التي قضاها في القدس هو انتقل إلى المملكة العربية السعودية. نعم. واستقر فيها حوالي 6 سنوات أو 5 سنوات. في هذه الفترة استطاع أن يصل إلى أن يترقى في المناصب، حتى وصل إلى الملك عبد العزيز آل سعود نفسه، وكان مستشارا له في هذه الفترة، وكان يعني من المقربين جدا منه، وكان يعني يتعهده ويجلس معه في مجالسه الخاصة. وربما كانت هذه أيضا نقطة مفصلية، يعني حينما استقر في المملكة العربية السعودية واستقر أيضا فترة في المدينة المنورة وتعلم الحديث النبوي الشريف في المسجد النبوي، ربما أيضا هذا بنى فوق الخلفية الثقافية الدينية الإسلامية التي كانت لديه، بنى أيضا عليها بناء أكثر عمقا. نعم. ومن هنا جاءت الفكرة لديه بالانتقال إلى باكستان، حينما دعي يعني قيل له إنه الإحباطات التي واجهها. نعم. في المملكة العربية السعودية من خلال القيادة التي كان يرى أنها ربما تكون فتحا كبيرا على بلاد الإسلام، ولكنه أحبط صراحة. نعم. من الوضع الذي رآه، فقيل له إن هناك وضعا جديدا في باكستان، أو مش باكستان يعني لم تكن قد استقلت بعد، ولكن هناك وضع جديد. نعم. لبنة جديدة لدولة جديدة ناشئة ربما يستطيع أن يحقق من خلالها حلمه بإنشاء الدولة النموذج التي أراد أن تنشأ فيراها الآخرون فيقتدون. انتقل هو إلى باكستان، وطبعا معروف أنه هو يعني حصل على الجنسية الباكستانية وحتى مارس. صحيح. دورا سياسيا في باكستان. صحيح. لكنه انتقل فيما بعد إلى أسبانيا، واختار أن يعيش في غرناطة أيامه الأخيرة، ودفن هناك في غرناطة. صحيح. هذا الانتقال هل له مدلولات أم يعني مشيئة أقدار؟ هو هذا الانتقال كان نتيجة إحباطات. نعم. يعني هو أحبط في البداية. نعم. في المملكة العربية السعودية، ثم انتقل إلى باكستان، حقق جزءا كبيرا من أحلامه صراحة. نعم. غالبية المؤلفات والكتب والمجلات التي أشرف على إنشائها والتي أدارها بعد ذلك كانت في باكستان. ولكن أيضا لبنة الدستور التي وضعها الدستور الإسلامي التي وضعها في باكستان. نعم. والتي اقترحها على القيادات هناك
لم يؤخذ بكثير من مفرداتها. نعم. طيب احنا قبل ان ادركنا الوقت استاذ محمد، بدي يعني هناك موضوع مهم جدا اريد ان اثيره الان في عجاله، انه هناك مفكرون غربيون كثر يعني انتقلوا الى اعتنقوا الاسلام، ومنهم الفرنسي روجيه غارودي والايطالي عبد الواحد لافيتشيني، يعني ايضا هؤلاء قاموا بدور دعاة وقاموا ايضا وانتقدوا الحضاره الغربيه كما هو انتقدها صحيح. محمد اسد. طيب ما الجديد الذي جاء به محمد أسد يعني يختلف أو يتميز عن هؤلاء المفكرين؟ الجديد في حياة محمد أسد أنه جمع بين النموذجين، النموذج العلمي التنظيري والنموذج التطبيقي أيضا. يعني هو لم يكتفي بأن يضع أسس ونظريات إصلاحية لإصلاح المجتمع الإسلامي الذي كان يراه في هذا الوقت مفككا وفيه الكثير من السلبيات، ولكنه تحرك بهذا وانتقل. يعني لك أن تتخيل شخص يعيش في فيينا في إمبراطورية أوروبية في غاية في قمة الازدهار وفي قمة التقدم والرقي، وينتقل هذه الانتقالات المفصلية في أماكن ربما يعني الإنسان قد يترفع عن الذهاب إلى هذه الأماكن لضعفها وفقرها، ولكن هو كان لديه هدف، كان فجمعوا ما بين هذين النموذجين هو الذي يميزه بشكل كبير. شكرا لك الباحث والأديب المصري محمد الغباشي على هذا الحوار الممتع. شكرا لك. الله يحفظك. شكرا جدا. شكرا جدا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.